لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الى المباراة التي كانت مهمة بالنسبة لأمل الأربعاء وكذلك لشباب القبائل في صراع البقاء. محمد أوديعي كان حاضرا هناك وعاد إلينا بعد التقرير. وسط حضور جماهيري غفير من كلا الطرفين وتنظيم محكم، استقبل أمل الأربعاء فريق شبيبة القبائل، الفريقين في سباق نحو تحقيق البقاء. البداية كانت للزوار ولم تمر دقيقة، كرة طويلة بوعليا بالرأس، موقع تصله الكرة يوزع، الدفاع يتدخل، محاولة أخرى من النشيط بوعليا والدفاع يصد. أول تهديد لأمل الأربعاء من قذفة قوية، حديد، الكرة بين يديه، مخالفة أخرى لأصحاب الزي الأخضر والأصفر، سيفور يبعد الخطر. نلعب الدقيقة 15، موقي يروض الكرة، الحارس يبعدها، أصحاب الزي الأزرق استفاقوا، محاولة داخل منطقة العمليات، كوسيلي يضيع. تليها محاولة أخرى من مخالفة مباشرة إلى منطقة الجزاء، بوحكاك يبعد الكرة. الدقيقة 27، عمل منظم يقوده زوج داخل منطقة العمليات، يوزع إلى نقطة الجزاء، كوسيلي هذه المرة يضعها في الشباك. الكناري حاول الرجوع، كرة بوعليا إلى مواقي، وجه لوجه، يضيع ما لا يضيع. وتنتهي المرحلة الأولى بهدف مقابل صفر لأصحاب الأرض. الشوط الثاني، دخل أشبال بوزيدي بنية التعديل، أول محاولة من بوعليا، الدفاع يرد، زملاء رايت حاولوا بركنية، كرة بنميني بعيدة، عمل جماعي منظم بين لاعبي الشبيبة، قذفة قوية من أقاسي بدون جدوى، ثم كرة طويلة إلى منطقة الجزاء، سيفور يرتكب الخطأ على الخط، مخالفة مباشرة ينفذها كسيل بوعليا، الحارس ينقذ الفريق، ركنية لزملاء القائد سويد، أخذ ورد في الدفاع، بوحكاك يضيع هدف التعديل. الأمل يرد بهجمة معاكسة والحارس حديد في المكان المناسب. نلعب الوقت البدل الضائع، كرة عالية، الدفاع يتدخل لتعود الكرة لمواقي، هذا الأخير يعرقل، الحكم بوكوسا يعلن عن ضربة جزاء، ولكم الإعادة. مواقي وجها لوجه يسكن الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة بهدف لمثله، نقطة سيكون وزنها غالي في تحقيق البقاء لأسود جورجورة. الحدث بكل بساطة تدل خاوتنا اللي قاعد تتفرج، اللي مازالت ما دارش لايك دير لنا لايك على التقرير هذا، ايضا اسمعوا زكريني ماذا قال عن ضربه الحادثه المشهور به ضربه جزاء واضحه لا غبار عليها. اسمعوا واش قال، ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. الحدث بكل بساطه في هذه المباراه هي الحاله التحكيميه، زكريني ماذا حدث، هل هي ضربه جزاء شرعيه؟ نعم، شوف الرجل اليسرى تاع لاعب امل الاربعاء، هذه نقولها ضربه جزاء بإهمال، معناتها بإهمال بدون بطاقة صفراء. شوف رجله اليسرى وين دار، دار له رجل اليسرى ضربة جزاء صحيحة شرعية لا غبار عليها بكل صراحة. هاي الإعادة مرة تانية باش كمل. شوف اللي رجل اليسرى هاوليك وراه، راح دار له العرق على داخل منطقة العمليات، والحكم شوف أين هو موجود، أعلن عن ضربة جزاء صحيحة بكل صراحة. إلى مباراة فريق المهم، هاو البيان، تحدثوا عن ضربة جزاء، شاهدنا التقرير، شاهدنا كل شيء. المهم اللي قالوا ما هيش ضربة جزاء، أو قالكم زكريني لا غبار عليها. لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق مع فيديو جديد وأخبار جديدة، انتظرونا. سلام خوتي.